الأخ علي بيقول إلى متى يصرف الأب على أبنائه؟ شرعا يصرف الأب لغاية أمرين، إما أنهم يكبروا على حد البلوغ، وإما أنهم يستقلوا بالعمل أو يغتنوا. افرض أن ابني أمه ماتت فورث منها الشيء والشويات، وما هو اللي يصرف على نفسه؟ ما لا يجب شرعا. جينا لما جينا في العصر الحديث وبقى في جامعة وبقى في جواز وبقى في كذا إلى آخره، يبقى يصرف إلى حد الاستقلال. وإمتى الولد بيستقل عن نفسه أو يمكن أن يستقل؟ لأنه ممكن يستقل فعلا، ممكن يستقل بالقوة، في التخرج. فهو بيقول أنا ربيت ولادي وخرجتهم من الجامعة، كده انتهى الوجوب. طب اللي فوق كده؟ لا، اللي فوق كده بالمعروف. هو زعلان قوي من ولاده، وزعلان كمان اكتر من امه زوجته، وبيقول والله دول لا بيعملوني كويس ولا بيحترموني، والست منفصلة عني جسديا نديلها 5 سنوات، والحالة يعني مش لطيفة يعني. فانا ناوي اطلقها، حرام؟ لا مش حرام، يغني الله كل من سعته، والشقة باسمها فهتاخدها، فأنا ماليش دعوة بيها. ماشي، روح شوف لك مكان تقعد فيه ويغني الله كل من سعته. وبالرغم من كده، وده احنا قلنا بوضوح ان ده ما فيهش حاجة، الا ان احنا ما بنفضلش ابدا حكاية الطلاق، وما بنفضلش ابدا انفصال الأسرة، وبنقول قدامنا آلاف الخطوات عبال ما نجو قبل هذه الخطوة، قبل هذه الخطوة وقبل هذا التجرب. الأخت ليلى عايزة تحيي مدرسة السلطان حسن. السلطان حسن ابن قلاوون لما بنى المسجد ده بناه على الأربع مدارس اللي هي الشافعية والملكية والحنفية والحنابلة، وفيه المدارس دي لغاية دلوقتي. وأنا عندما أمسكت السلطان حسن سنة 98 أعدت إليه بعض من هذه الفعاليات، وهو الآن فيه مدرسة الآن تشتغل، وحتى حاولنا أن احنا ندخل فيها تحفيظ للقرآن، حاولنا أن احنا ندخل فيها تحسين للخطوط العربية، وفيها أيضا فقه، وفيها أيضا دروس تتعلق بالحضارة وبالفكر وبكذا إلى آخره. فهو فعلا الآن موجودة وشغالة. طيب يا أستاذ راجل الأبشري، نعم، طيب زوجها لا يصلي وسيء الخلق معاها، فهل تطلب منه الطلاق؟ برضو بنقول لها خراب البيوت مش لطيف، لكن ربنا خلق الطلاق. يعني عايز أقول ما الواحد ما يروحش ينتحر بقى وكده، لا، أنا في حل، فما تنتحرش ولا حاجة. ولكن حكاية الطلاق دي عامل زي العملية الجراحية، نلجأ إليها آخر العلاج الكي. بارك الله فيكم مولانا. أخيرا قبل أن أودعكم، سؤالنا على الفيسبوك، هل تؤيد أداء سنة الأضحية من خلال الصكوك؟ بعض من إجاباتكم كانت كالآتي. الهادي بيقول أيوة، لأن المفروض أن الصكوك دي بتروح في مكانها الصحيح. نهى فوزي بتقول يا ريت تكون حلال علشان إحنا في غربة ونفسنا نضحي في مصر لأنها محتاجة أكتر من هنا. أحمد البدوي بيقول أؤيد، ولاء بتقول لا أؤيد. هذا كان من بعض من إجابات حضراتكم. بشكر حضراتكم على التواصل اللي كان من خلال فيسبوك أو تويتر أو الاتصالات الهاتفية أو من خلال SMS. طبعا كل الشكر لفضيلة الإمام العالم الجليل الدكتور علي جمعة. شكرا لك، وكل سنة وانتم طيبين، وحضرتك بألف خير. إلى اللقاء غدا بإذن الله.